المسلسلات العربية وبالأخص الخليجية في رمضان، هل تعبر فعلا عن واقعنا الخليجي؟ طبعا المسلسلات الخليجية أحيانا تتعرض إلى أمور تكون ما تتناسب هي واقع المجتمع الخليجي، يعني المجتمع الخليجي يرفضها، تحس أنها هي من وحي خيال الكاتب. مو بمية بالمية أبدا، يعني أحس مبالغ فيها شوي، وايد دراما زيادة عن الواقع اللي احنا نعيشه. يعني يمكن في عوائل او في ناس تعيش بهالطريقة، بس يعني فئة يمكن قليلة كلش. نوعا ما تتمثل واقعنا، في بعضها يعني من صميم الواقع وبعضها يكون فيها مبالغة، بس هم لا حاطين ومعممين على ان الخليج كله يعني عالم جريء بزيادة، اخلاقيا ما في حياتهم يعني ارستقراطية، لا في اشياء وايد بزيادة عن اللزوم. تعبر ايه 100%. ليش؟ لان مسلسلات نكد وحياتنا نكد عشان بعد فيها مبالغة كثيرة، من حيث ناحية بعض المشاهد انه ما تتحكي عن الواقع اللي احنا قاعدين نعيشه، يعني تحس فيها مبالغة في بعض العلاقات المحرمة او واقع الشرب او من حيث علاقات الزواج. لا والله بصراحة ما تعبر عن واقعنا، لان مبالغ فيها واجد، يعني مو هذا الشعب الخليجي يعني بصراحة ابدا، يعني ولا هذه اخلاقه.